مولاتي، لابد لنا من العودة إلى قلعتك. كيف؟ وابني هناك مهدد بما دبرته أنا له؟ لقد أرسلنا البريد بعد البريد، والرسول بعد الرسول، ولعل بعضا من ذلك يوشك أن يصل إليه، كما أن الإشاعة تقول إن الحسن أرسل من يحذره. وهل تطمئنين إلى الإشاعة يا سلطان؟ إنك مريضة جدا، ومن الأفضل لك أن تعودي إلى قلعتك. هاتي لي أشجع الفرسان وأخلصهم. أمرك يا مولاتي. أمرك مولاتي. اسمعني جيدا، أنت تعلم أن ملككم فيروشا ما زال هناك، واسمه الآن عبد الرحمن. ألقد أرسلت فرقد وشمرا ليقتلاه قبل أن أعرف من هو؟ أعلم هذا جيدا يا مولاتي. أرسل من يعودون بالفارسين ويبلغون ابني شوقي لرؤيته. هيا هيا أسرع. أمرك مولاتي. سلطان. نعم يا مولاتي. لن أستطيع ركوب فرسي، أعدي لي مركبة. لولا مرضي يا بني لطرت إليك، لكني سأظل معذبة حتى أطمئن إلى سلامتك. هل إذا ذهبت إلى قصره في الشام يتركني أراها؟ قصر من يا زهير؟ يزيد بن عبد الملك. تقصد الخليفة أمير المؤمنين؟ نعم. لن تصل حتى إلى أسوار القصر، فالخليفة شديد الغيرة على حريمه. لكنه يعرف أني أحبها. هذا ليس من حقك. قل يا أشتر. نعم يا قتادة. هل لي أن أسألك سؤالا؟ إذا كان في الفقه أو التفسير فأنا لها. لماذا يبحث الولاة عنك إذا احتاجوا إلى خائن؟ لماذا تكرهني وقد كدنا أن نصبح أصدقاء؟ ألا تجد سببا لكراهيتي لك؟ قتادة. نعم يا أبا سعيد. أعلم أن المؤمن من كان كما وصفه الله تعالى أحسن الناس عملا وأشد الناس وجلا، لو أنفق جبلا من مال ما أمن على نفسه ولا يزداد صلاحا وبرا إلا ازداد فرقا. ما معنى فرقا؟ تعني الخوف والخشية. والمنافق يقول سواد الناس كثير وسيغفر لي ولا بأس علي، فيسيء العمل ويتمنى على الله. غفر الله لكم ولنا جميعا. لماذا تريدين قتلي يا أميرة؟ ألا تعرف لماذا نريد قتلك يا نخاس؟ أنا تاجر أبيع وأشتري، وليس الذنب ذنبي، إنما ذنب من باعك. لكننا نراك مذنبا. اعفو عني، فالعفو من شيم الكرام. هل من باعني لك حي؟ لا أدري. هل بعض أهلي أحياء؟ لا أعرف. أعرف، وعود إلي بالخبر اليقيني وإلا قتلتك. انتظر، عد إلي بخبر ما طلبته منك.
عقيبة في الماضي يا أميرة. اترك الماضي التعس، يجب أن يموت. لماذا يكون تعسا؟ وهل يبيع سعيد أولاده وبناته؟ ألا نبحث عن أهلنا؟ لو أرادونا لبحثوا عنا. إن ذلك الأعمى قتادة شكاني للقاضي وأكد أنه رآني أضرب الحسن الفقيه، مما سيجعل القاضي يعاقبني. كيف يراك وهو أعمى؟ أكدوا لي أن القاضي سيأخذ بشهادتي، فهو صديق له. إن القاضي يعامل ذلك القتادة وكأنه رجل مهم. إني أعرف زوجته، كانت جارية لأحد أقارب الأثرياء، ويمكن أن نجعلها تضغط عليه. هيا إليها. هيا. حتى لو حاولت أن أحدث قتادة إكراما لك، فقتادة لن يرضى أن يسكت عن الحق. تحاولين وكرامة لي، أسلوبك غريب. بل طلبك الغريب، وأنت تأتي إلي تطالبني بأن أمنع زوجي من شهادة الحق من أجل معتد كصديقك هذا. لهجتك غريبة يا جارية. أنا حرة وأكثر حرية منك، وزوجة فقية، العلم مطلبه والمعرفة طريقه. إنك إن فعلت ما طلبه منك رحمت زوجك من الأذى، فأنا شديد القسوة مع من يؤذيني. اذهبا من أمامي، امضيا قبل أن تجد نفسيكما أمام القاضي. قلت لك سأحيله إلى كومة من عظام مكسورة. اذهبا من هنا، اذهبا، اذهبا. إن عند بعض الناس جرأة غريبة، لا يحكمها دين أو عقل أو سلوك مهذب. لو كان متدينا لراعى ما يقول وتعقل وتهذب أسلوبه، لكنه فيما يبدو مجوسي. نعم، على أني سأحذر قتادة، ولعله يدفع الوالي أو القاضي لإيجاد طريقة يحد بها من جهل هؤلاء الجهال. فيما اختلافكما؟ إن الفاعل الكبيرة مذنب بلا شك، وهو لا يخرج عن الإيمان. فاعل الكبيرة في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. إن تارك الصلاة والسارق والزاني وشارب الخمر إلى آخر المذنبين لم ينف عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الإيمان، فهم مؤمنون مذنبون. يا إمام، إن الإيمان قول وعمل، فهل من عمل عمل غير المؤمن يخرج عن الإيمان؟ يا يزيد، لقد أراد الله سبحانه وتعالى من عباده القول والعمل، يعني أراد التصديق بالقلب والإقرار باللسان، هذا هو الإيمان. إذن فمن صدق بالقلب وأقر باللسان وامتنع عن العمل فهو عاص لله ورسوله كما تقول. الشرط في الإيمان يا قتادة هو الطاعة لقوله عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والإيمان يزيد وينقص، فإيمانك ليس كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. من قال إن إيمانه كإيمان الملائكة والمرسلين كان مغاليا. الإيمان تصديق وعمل، وليس بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. والقرآن الكريم يؤكد هذا ويقول جل ثناؤه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ويتكرر هذا في آيات من سور الفتح والتوبة وآل عمران.
إن التصديق درجات، فمن يصدق بالله مقلدا آباءه ومن حوله ليس كتصديق العارف بالدليل. علينا أن نصدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله وسلم. وأن نعمل ونعلم. إن الإيمان قول وعمل، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وسيلة، وسيلة. ها؟ ألا يتركون الكلام ويعودون إلى أعمالهم؟ إنهم يدرسون ويتذكرون، ودراستهم هذه ذكر، والذكر إيمان. ألم تسمعي من أبي سعيد حديث جابر رضي الله عنه عندما قال: تعالوا نؤمن بالله ساعة، طالبا من أصحابه أن يذكروا الله بتدارس آياته. ما لك لا تتعلمين مما تسمعين يا وسيلة؟ آه منك، إن فؤادك مشغول بدنياه عن كل شيء. أرهقت الجميع وأرهقت نفسها، وها هو الإرهاق يقف بها في منتصف الطريق. كان لابد أن تعرف أن هناك حدودا للمجهود حتى تستطيع السير ومواصلة العمل. ماذا لو أن الرسل لم تصل إلى شمر وفرقد قبل أن ينهي المهمة؟ تحدث كارثة. نعم كارثة، كارثة لا حدود لها. فالأمير كان عذاب الملكة منذ أخذ من القلعة، أما أن تكون سبب قتله فإن ذلك يقتلها أيضا. إن هذا ينهي بيتها ويجعل المملكة تذهب إلى بشر وولده من بعده. ماذا تقصد؟ لا شيء لا شيء، لكن بشرا وزير المملكة الأول وصاحب مصلحة في قتل الأمير. هل وجدت عليه شيئا؟ لا لا، إنه مجرد تفكير، تفكير ليس إلا. هو الأمير عبد الرحمن، وأي جرح مسمم يصيبه نحقق ما نريد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما هذا يا فقيه؟ معتدل حاول الاعتداء علي فضربته. لقد أصبته إصابات بالغة. من هو؟ ذلك المجوسي الذي ضرب الإمام. انظروا، هل إصابته قاتلة أم بالغة أم هينة؟ لا أفهم لك قولا، ماذا تريد بالضبط؟ داو الرجل وهاته إلى القاضي، لا بد من محاسبته. محاسبته؟ إنه إن نشأ سيصاب بعاهة. لا بد من محاسبته. شكرا يا وسيلة، شكرا. ماذا بك يا ابنتي؟ لا شيء. اتق الله في نفسك يا وسيلة وتزوجي قيسا. لا أريده، وأتمنى أن يعطيني الله ما أريد، دنيا وآخرة.
يا وسيلة، يقول الحق تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ماذا تريد أن تقول؟ إن قول الله تعالى يعني أن الإيمان ليس بالتمني، كل شيء مردود للعمل، وشرط قبول العمل الإيمان. ولقد أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كيف النجاة بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، فكل سوء عملناه جزينا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ قال: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: فهو ما تجزون به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما شق على المسلمين الأمر بعد نزول الآية: سددوا وقاربوا، فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. أنا قلقة ضائعة، حياتي كلها تهتز. ثبتيها بالزواج يا وسيلة. لا أريد، لا أريد، فكيف أتزوج؟ رحمك الله يا وسيلة ومحى حيرتك. أرسلت لابني ولشمر وفرقد؟ لقد أرسلنا أكثر من رسول، وأعتقد أن بعضهم قد وصل، فاطمئني. لن أطمئن وهو في خطر. أين نحن الآن؟ لقد أردنا أن تستريحي قليلاً، ثم بعد ذلك نواصل الرحلة. لقد اقتربنا من قلعتك. لا أظن أن بشرا يسعده أن يظهر للعرش وريث، فهو يريده لنفسه ولابنه من بعده. غني يا سلامة، وأنت يا حبابة. مولاي، الأمير مسلمة بن عبد الملك في الطريق. إلى أين يا مولاي؟ سألقاه في قاعة أخرى. لا أدري كيف خلقت لنفسك عدو مثله. أنا من يحكم هذه الدولة، وعلى الكل أن يراعي هذا. احذري، فليس الخليفة بالضعيف. لقد سكر وانتشى بخمر هؤلاء، ولن أتركه يفيق. أنا قدر ومصير. عبيد، ماذا تريدين؟ ألم تجد لي قافلة مسافرة إلى زارنج؟ لم يأتي أحد من هناك لتسافري معه. والبصرة، أليس فيها من يسافر إلى هناك؟ لم أذهب إلى الخان لأعرف من يسافر ومن لا يسافر. ألم أكلفك بهذا؟ اسمعي يا هذه، أنت لا تكلفينني، فأنا لست من عمالك. اذهبي الآن، فقد سئمتك. Thank you.
لا يريد أن أكلفه. هناك عبد آخر يريد أن يتزوجني، الكل لا يقدر أني أميرة. حتى التي جعلتني أخدمها وأفتح لها الأبواب تركتني وذهبت دون اهتمام. أجعل هؤلاء الناس يعملون على إرضائي وعدم إغضابي؟ كيف يحترمونني ويعاملونني كأميرة هنا وهناك وفي كل مكان؟ ماذا حدث يا مولاتي؟ البريد. لم يصلنا الرد بعد. أرسل الرسائل من جديد. أمرك يا مولاتي؟ ماذا بك يا مولاتي؟ لا شيء. ذهبي. لن يتوقف هذا الكابوس المخيف إلا بعد أن تنتهي محنتي وأسبق من أسرع للقتل وليعتي ابني. لماذا ضربت المجوسي وكسرت عظامه ورأسه؟ ألم يكفك كسر ذراعه؟ أنا لم أضربه لأكسر رأسه أو ذراعه، لقد ضربته دفاعا عن نفسي، وكما تعلم يا أخي ليس على الأمر حرج. سنعوده بعد الدرس نرى إن كان محتاجا لعون. إنه مجوسي يا أبا سعيد. يا أشتر، إنه إنسان ربما يكون محتاجا لشيء في رقبته تلك. إن قتادة هو السبب. لقد ضربت خطرا هددني، ضربته بقوة لأدافع عن نفسي. والآن يا قتادة طمئن القلوب الواجفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. إن الإنسان يستطيع أن يعدل في قسمة الأشياء، أما ميل القلوب وهوى النفس فلا حيلة له فيه. هذا ما يعلمه لنا فاطر هذه النفوس. من هنا أؤكد جل شأنه أن الإنسان لن يستطيع أن يعدل ولو حرص على العدل، لذا عليه ألا يميل ويترك بعض زوجاته معلقة، لا هي بالمتزوجة ولا هي بالمطلقة. ولقد رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أملك؟ القلب، فالمشاعر حرة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. كل هذا مسمم: سيف وسهم وخنجر. وأية لمسة لهذه الأشياء تفتك بمن سيلمسها. سلاح القتل موجود، أما المطلوب قتله فلم يدخل أرض القتل بعد. لما الانتظار طويلا؟ سنتحايل للوصول إليه أو إلى إهدائه ما يهلكه ونعود. المشكلة كيف نهدي رجلا لا يعرفنا وليس أي رجل، بل رجل مهم جدا ومحاط بالعديد من الفرسان.
أفكر وأفكر. خطوة واحدة نقطعها وننتهي من مهمتنا ونعود. هنا تجتمع قوتهم، وسيكون علينا أن نشاغلهم ونوهمهم بأننا سنهاجم في هذا الاتجاه، بينما أدور وأفضل فرساني لأهاجمهم من هنا. إن انتقالك بقوة كبيرة من موقعنا هذا إلى هذه الناحية سيلفت النظر. سأنتقل أثناء الليل. إن لهم بصاصين يا أمير، حددت العيون بعض مواقعهم، ولا شك أن ما خفي كان أعظم. أنا لا أحب أن أتخلى عن هذه الخطة. إذن علينا أن ندرسها من جديد. زهير بن لائق؟ نعم. ما الذي جاء به؟ يريد أن يراك. عليه أن يستأذن مولاي، أما أنا فلا أستطيع أن أخرج على طاعة مولاي لأقابله. أمرك. تقول حبابة تستأذن الخليفة، فما هي بالتي تلقاك دون إذن مولاها؟ استأذن لي عليه. فعلت ذلك، بل وأرسلت حارسا ليستأذن لك عند مولانا الخليفة، فأنا أراك مرهقا جدا. جئت من سفر طويل. رفض الخليفة. ماذا؟ كيف سولت لنا أنفسنا أن نسأله هذا السؤال؟ استأذن لي عليه. رفض أن تراها أو أن تراك. زهير ارحم نفسك. وهل يرحمني هواها؟ الهوى يا صاحبي سيد مستبد لا يترك لنا متنفسا. أتعرف أني لم أذق طعما للسعادة منذ فارقتني النوار؟ أريد أن أراه. تفضل يا فرزدق. لا تذهب يا زهير، فسوف أستأذن لك. أتفعل هذا؟ إن شاء الله. Thank you.
أسمعنا بعضا من شعرك يا فرزدق. كانت النوار بهجة حياة الفرزدق وأنسها، وكم غفرت له هفواته، لكن الموت اختارها ليعذبني ببعدها. وماذا قلت في بعدها؟ قلت قبل ذلك لما أخطأت وتركتها: فلو أني ملكت يدي وقلبي لكان علي للقدر الخيار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار. لا لا لا، أنا لا أحب البكاء ولا البكائين، لست في معكم. حبس دموعي وأنت تقول كانت جنتي خرجت منها. ليس العيب في بكائك، بل العيب في يزيد، إنه شديد الولع بالجارية، بل شديد العطش لكل شيء، الطعام، الشراب، النساء، كل شيء. وأنا، أنا شديد الولع بها. ذلك يعذبك، انساها. كيف؟ ابحث لنفسك عن كيفية. ليتني أجد كيفية للسلوان فأسلم. قالوا في السوق إنك في خطر، فأخ المجوسي مجوسي مثله، بل أكثر منه توحشا. يا وسيلة، إن الله سبحانه وتعالى خير الحافظين، وأنا لم أخطئ في حق المجوسي، ولكنه يظلم نفسه بما يعبد ويظلم نفسه بما يفعل. نعم، توكلي على الله يا وسيلة. وهل يعني التوكل على الله أن نترك الحذر؟ لا يا وسيلة، إنك تبذلين ما في وسعك ثم تتركين الباقي على الله، فهو جل شأنه لا يضيع أجر من أحسن عمله، أي أن علينا أن نحسن العمل أولا ثم نتوكل على الله. نعم، وعلى الله يتوكل المؤمنون. وعلم أن التوكل على الله ليس تواكلا، الإسلام يدعو للعمل والاجتهاد، بل وعد العمل جهادا، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الغزو: عدنا للجهاد الأكبر، أي للعمل الصالح ومجاهدة النفس.